هيا يا أطفال. أهلا يا أطفال، في حصتكم المفضلة عمو يزيد راح يتطرق ليوم عالمي مهم جدا معكم. وش هي مناسبة 16 أبريل؟ يوم العلم. يوم العلم، برافو. كاين يوم عالمي ضد رق الأطفال. والشاطر يعطينا الحل، حكاية فيها عبرة حكمة. الشيخ الطيب العقبي، ولد الطيب العقبي. وعمو يزيد دلكم مفاجأة، أغنية نقول فيها 16 أفريل يا فرحي بلقياك، 16 أفريل يا فخري بذكراك. 16 أفريل يا فرحي بلقياك، 16 أفريل يا فخري بذكراك. وانتم كذلك يا أصدقاء اللي راكم تشوفوا فينا، إلا حبيتوا تحضروا كما الأطفال اللي راهم معنا وتفرحوا، ما عليكم إلا توجهوا الموقع على الإنترنت عمويزيد.com والضغط على الزرار آراء وملاحظات وترسلونا. استنونا في الأسبوع المقبل نفس القناة نفس التوقيت. سلام. يا ذكرى العلماء يا معزة بلادي، طيري كالحمامة روحي ولينا عودي، ورجعي بالسلامة وعيد التاريخ لولادي. 16 أبريل يا فرحي بلقياك، 16 أبريل يا فخري بذكراك. عيد ميلادك أحلى عيد، تحب تحتفل بعيد ميلادك في حصة عمو يزيد؟ إذا أجمع 5 قسيمات من علب حليب رامي، ضعها في ظرف وارسلها على العنوان التالي. أجمل هدايا يهدولوا، هيا نصفق ونغنيلوا، تعالوا هلموا إلينا الضفوة عمو يزيد.